السلام عليكم. هاي إن شاء الله المحاضرة الخامسة من الكارديو، هي إن شاء الله تكملة الإي سي جي، والمحاضرة اللي بعدها ما راح تكون تكملة. هسا إن شاء الله بهاي المحاضرة راح نفتهم الليدات. أوكي، أني شرحتها بالمحاضرة البارت 2 محاضرة 4، بس هسا تقريبا راح تكون إعادة لها. عرفنا إنه أني القلب حتى أصوره، أوكي، أصور كهربائية مادة، عندي شيء اسمه ليد. اوكي، اعتبروها هي هاي الكاميرات اللي راح تصور لي القلب، تشوف لي اياه من عده اتجاهات. اوكي، فكم كاميرا انا عندي تقريبا راح تلتقط لي الكهربائيه، اللي هي 12 كاميرا يسموهم ليد. زين، هاي شلون متقسمه ل 12؟ عندي ثلاثه لمب ليد يسموها الباي بولار بولار، عندي لمب ليد يوني بولر، عندي ستة تشيست ليد، هاي هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، يصيرون 12 ليد. اوكي، اعتبروهم هي هاي الكاميرا راح تلتقط لي الكهربائية من القلب، احطهم على جسم المريض اوكي، واربطهم بالجهاز، وبعدين تطلع لي ورقة الاي سي جي، كل ليد يطلع لي يعني منطقة الاشارة من القلب بطريقة، اوكي، يعطيني شوية شكل معين. لازم انا اتعود يعني، بعدين ان شاء الله عينكم تتعود على النورمال، حتى اي ابنورمال بليد راح تعرفون صار بيه خلل مثلا. اوكي، فانتوا لازم تعرفون كل ليد شلون شكل الويفر راح ينطيني اياها، شكل الكهربائيه راح يشوفها من هذا الاتجاه. يعني انا هسه مثلا عندي مثلا يعني مثلا اعتبروها مثلا يشبوها مثلا اي حيوان، مثلا اعتبروها بزونه مثلا، ما اعرف ارسمها بس مو مشكله. المهم كبس تشبيه انه انا حطيت كاميرات، واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا، واحده راح تشوفني من هاي الجهه، واحده راح تشوفني هاي الجهه، واحده راح تطلع لي صوره هنا، واحده صوره هنا، فكل واحد راح ينطيني صوره مختلفه. اوكي، فالليدات مثل المبدا، كل واحده تلتقط لي يعني صوره للقلب مال كهربائيه مالته بطريقه. زين، هم 12 ليد، هم هاي الصور حتعرفوها، هاي هنا الليدات اليوني باي بولار، كنا سموها باي بولار لان فتها قطبين، قطب موجب قطب سالب، تشوف الدفرنس بينهم السالب والموجب. اوكي، واحد مربوط على اللفت، احنا عرفنا الليد 1 مربوط السالب على اللفت على الرايت، والموجب مربوط على اللفت ارم، هذا يسموه ليد 1. ليد 2 مربوط من اللفت ارم اللي تكون السالب بيها، والليج تكون الموجب بيها، هاي يسمون ليد 2، يباوع القلب من هاي الاتجاه، هذا يباوع من هذا الاتجاه. الليد الثالث اللي اربط النيجاتيف على الارم الرايت ارم، العفو الليفت ارم، والبوزيتيف اربطه على الليج. اوكي، يعطيني الليد الثالث، الكاميرا الثالثة. بعدين طلعوا نوع ثاني، هاي قبلها كانوا يستخدموه قبل يجي هذا النوع الثاني اللي هو اليوني بولار، يعني اني اربط بس ليد واحد على الايد اليمنى، واربط واحد على اليسرى، واحد على الليج على الفوت يعني، فاربطهم كلهم بزيرو بوتنشال. اوكي، الكترود كلهم اربطهم بها، فسموه يوني بولار لان عنده بولار واحد، يعني واحد، مو مثل قبل اليوني الباي بولار اللي هو واحد مربوط على الارم ومتصلين سوا مثلا على الليفت والرايت وسوا، هاي لا، بس مثلا الرايت حاطت له واحده، الليفت واحده، والليج واحده، وكلهم ربطتهم بسالب واحد اللي هو زيرو بوتنشال، هاي يسموهم يوني بولار لمب ليد، يعني هم حربطهم على اللمب، هم حربطهم على الايدين والرجلين، بس شنو تكون يوني بولار. زين، هاي شوفوا منطقكم ملخص، هذا ليد 1، هذا ليد 2، ليد 3، هذا ليد 2. اوكي، هذا اليوني بولار الليفت ليك يسموه الاي في اف، يعني اي معناها قلنا اجيومنتد يعني مكبره، في الفولتج، الاف الفوت الرجل، وبعدين الليفت ارم هاي الاي في ار، الارم معناها الرايت والال معناها الليفت، فاي في ار يسموه اي في ال. زين، بعدين عندنا يوني بولار همين، يعني هم كلهم بوزيتيف بس وربطتهم اني بنيجاتيف، تشيست ليد راح يصورون لي الهارت، كل واحد يصور لي من اتجاه، تلاحظون هاي الخطوط الحاطية، يعني كل واحد يصور لي بهيج اتجاه. اوكي، دي يصور لي باتجاه عرضي، فهم مش قد ستة، اصفتهم على جسم المريض مثل هاي الطريقة. اوكي، هاي يسموها يوني بولار لم تشيست ليد اللي هم ستة، فكلهم 12 يصيرون. شوفتكم هنا، انا قلت لكم اني هيك تطلع لي ورقه الاي سي جي،
اوكي طلعني مثلا هنا الليد 1 شوفوا هاي الويف مالته هيك منطي شكلها، الليد 2 ينطي هيك شكل ويف عاد نورمال اي سي جي، 3 ينطي هيك شكلها. هاي اول ليدات، بعدين هاي باي بولر ليد، هاي اليوني بولر. تلاحظون يختلف الكرة تعطيني ويف بشكل مختلف لان هي كرة تتباوع باتجاه مختلف. هاي اليوني بولر لمبليد وهاي باي بولر، هاي باي بولر لمبليد، هاي اليوني بولر لمبليد، هذول كلهم تشيس ليد. اوكي هاي بي ال اي بي 2 3 1 2 3 4 5 6. اوكي كل واحده تشوفون شكل مختلف حسب قلنا اني الويف تجي باتجاهها، اذا تجي باتجاهها تعطيني ابورد ديفليكشن، اذا الويف تبتعد عنها يعني الكتريكال اكتيفيتي مال هارت راح تعطيني داونورد ديفليكشن. فهاي كلها تقريبا تشرح هسه شرحنا. والباي بولار ستاندرد لمبليد زين اللي هي قبل كانت تستخدم قبل لا تطلع اليوني بولار لمبليد. اوكي هي ريكوردينج البوتنشال ديفرنس بين تو لمب. اوكي بس اليوني بولار لا الديفرنت مو تو لمب، لا كل لمب حطيت لها الكترود واحد بس كلهم يتصلون النيجاتيف زيرو بوتنشال، يعني كلهم عندهم ترمينال وحده. زين يقول هنا بيكوز الكرنت يعني التيار يصير بكل الفلويد، اني ما راح تفرق لي وين حخلي الليد بالضبط، يعني مثلا انا عندي ايد المريض سواء خليت الليد هنا سواء هنا سواء هنا سواء عرست ما راح تفرق لي. اوكي لان هو بكل احوال الفلويد مال يعني البادي فلويد هو كوندكتر. اوكي فيقول هنا نو ماتر اوكي اون ذا لين ذا الكترود از بليست، ما لها علاقه وين بتحطها نحطها. زين هسه هنا ايش يقول الباي بولار يشرحهم انه شلون حربطهم على جسم المريض. الليد 1 اوكي شلون اسوي كونكشن، الليفت ارم اسويها البوزيتيف احط بها الالكترود البوزيتيف اوكي، والرايت ارم اخلي بها النيجاتيف. اوكي التو ليد 2 شلون حربطه، اربط الرايت ارم اخليها نيجاتيف والليفت ارم اخلي الليفت ليج عفوا اخليها بوزيتيف. اوكي الليد 3 الليفت ارم اخليها نيجاتيف والليفت ليج بوزيتيف، يعني دائما الليج حتى تصير سيل الحفظ دائما بوزيتيف بنربط بيها. اوكي والليفت ارم دائما نيجاتيف، دائما نربط بها الالكترودات نيجاتيف، بس الرايت لا مره صارت نيجاتيف ومره بوزيتيف. اذا ربطت ويا الليد 1 كانت هي تكون بوزيتيف، بس من تربط بالليد 3 تكون نيجاتيف. فحفظوا انه الليفت ارم دائما اربط بها النيجاتيفات والليج اربط بها البوزيتيف، والعفو الرايت ارم دائما نيجاتيف والليك دائما بوزيتيف والليفت مرات بوزيتيف مرات نيجاتيف حسب. اذا ليد 1 راح تكون بوزيتيف، اذا ليد 3 راح تكون نيجاتيف. فهاي طريقة الربط اذا تلاحظون شوفوا يعني هسه هاي نيجاتيف دائما سواء ربطت هاي الرايت اوكي هاي الليفت هاي الرايت هنا سواء ربطتها مثلا بالويل ارم سوت ليد 1 او ويل هاي سوت ليد 2 تكون نيجاتيف، الليك دائما بوزيتيف والرايت ارم العفو الليفت ارم من تربط ويا ليد 1 راح تكون بوزيتيف، من تربط بليد 3 راح تكون نيجاتيف. هاي ليد 3 شوفوا كل واحد يبغى باتجاه القلب، هذا منا هذا منا هذا يبغى منا. اليوني بولر كنا هما نوعين راح يكونون تشيس ليد ليمب ليد، اكو نوع من الليمب ليد هما راح يكونون يوني بولر. زين هما ناين ليش عشان قلنا تشيس ليد راح تكون ستة واليوني بولر هاي قلنا اوجمنتد الاي في ار والاي في ال والاي في اف هما ثلاثة. زين they are هي commonly used وذي عندي شيء الباي بولر هي قديمة كانت استخدموها قبل تطلع اليوني بولر. زين they record potential difference between exploring and indifferent electrode. هاي indifferent معناها هذا zero potential السالب اللي راح اربط بيها كلها، والexploring اللي هو راح يكون البوزيتيف الكترود يسموه exploring. زين هاي مثل ما قلنا انه انا احطها بالليفت arm بالليفت leg بالليفت هاي واربطهم كلهم بالترمينال وحدة. زين هذا الـ indifferent electrode يسموه البي اللي هو عادة zero potential
اوكي احنا قلنا ان هي تتبع مبدا الانتوفن تراينجل. احنا مو سمينا هاي تراينجل وقتها مره سوينا قلنا هنا هاي يسمون انتوفن تراينجل. هاي انتوفن تراينجل محصلتها زيرو بوتنشال بالنص. اوكي فهو نفس المبدا استخدموه هنا حطوا الكترود حتى يصير زيرو بوتنشال وربطوه بالكترود حتى تعطيني النتيجه. فسموه على اساس المبدا مال انتوفن سووا هذا اليونيبولار وربطوه يعني سووا هذا الرابط هالمالته. زين تشيس ليد كنا هما ستة اللي هي من واحد لستة. زين أجمنتت هاي قلنا عليهم مثلا نشرحهم كنا ال AVR AVF AVL this limb bleed not use the V electrode as zero potential. زين هاي هسه العفو احنا بدنا نحكيها مال استخدمت الانتوفن هاي تشيس ليد. اوكي اللي هم ربطوهم كلهم زيرو بوتنشال ال V يسموها. اوكي بعدين سويت V1 V2 V3 وربطتهم هاي الزيرو بوتنشال سموها ال V بس والبقية البوزيتيف V1 V2 V3 V4 V6 اوكي فربطتهم كلهم تشيس ليد بعدين كلهم ربطتهم زيرو بوتنشال. اليونيبولار الاوجيومنتد هاي ما بيها الزيرو بوتنشال للبليد. اوكي اي طلاب فاحنا قلنا هسه وين وصلنا لل الاجمنتد لمبليد. زين قلنا ريكوردينج اللي هي بين 1 لمبليد اند اذر 2 لمبليد. زين وهاي نسوي لها اجمنتيشن يعني هاي الاشاره اللي تطلع من هاي الالكترودات عاده تكون ضعيفه فانا شو اسوي لها نسوي لها تكبير حتى تطلع كبيره يعني شلون كبروها بس شنو ما غيرت شكلها يعني شلون مثلا واحد يسوي زوم على الصوره راح تتكبر هي الصوره بس ما راح تتكبر يعني ما راح تتغير شكلها. اوكي فأنا بس الإشارة هاي كبروها 50 مرة تقريبا السايز مالتها. زين اليونيبولار لمبليد كول كان بي انسيرتد ان الاسوفيجاس اور هارت يعني دخلوها داخل مو عن طريق الجلد انما يدخلوها بالاسوفيجاس بالمريء بالهارت هي كلش سنسيتيف بس ما يستخدموها طبيا كلينيكال ما حد يستخدم هاي الطريقة. اوكي يعني انا يعني هاي راح اضطر ادخلها داخل المريض وخطرة على المريض. اوكي فما تستخدم عادة يعني ما تستخدم طبيا هواي ماكو شيء بس هي سنسيتيف. زين هاي طلاب الاي سي جي الالكترود مالته. اوكي يعني يعتبرون مثل الكاميرات راح تلتقط اشارة القلب لازم تعرفوها تعرفون بالضبط وين تربط. اوكي فهاي خلصة سهلة ان شاء الله تكون عليكم يعني انتم بس اخذوها بهذا المبدأ اللي هني حاخط على جسم المريض وهاي الكاميرا راح تلتقط اذا اجتني اشاره باتجاهها راح تعطيني upward deflection اذا اجتني تيار عكس هذا يمشي فراح تعطيني downward deflection. هذا المبدا اهم ضروري تخلوا بالكم يعني. هسه راح نجي ندرس ال vector in the heart at any given instant يعني راح يجي يشرح لكم شلون تتكون الويف. اوكي وليش تتكون هيجي بهاي الطريقه بكل اللي بليد 1 2 3 وايضا يفهمكم الاكسس مال هارت.